برنامج جنة الأعشاب برنامج معروف ومشهور بيعطيكم الفوائد. مجربات أيام زمان، مجربات أجدادنا، النعم اللي كانوا يستفيدوا منها أيام زمان، لا كان دواء ولا كان صيدلية ولا كان طبيب أسنان ولا جراحة، وكانت الناس تمرض وكانت الناس تتشافى وكانت الناس تمد بأعمارها 70 و80 و90 سنة، وكانت النساء تخلف 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 الله وكيلكم، وتمد بأعمارها وما يكون عندها لا هشاشة عظام ولا روماتيزم ولا روماتيد. اليوم بلشت فينا الأمراض لأنه مناعتنا ضعيفة، أكلنا مش صحي، حياتنا ونومنا ملخبط، سندويشات على الماشي، أكل على الماشي، بيبسي وهذه المشروبات الغازية اللي يشربوها أولادنا بتأثر على الكليتين وعلى العظام، في ناس مدمنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها لكم من خلال هذا البرنامج. للي بتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. المناعة، الأمراض، الالتهابات، إيش الحل؟ الحبة السوداء، حبة البركة من أسمائها الشونيز، يا سلام. الكمون الأسود من أسمائها، فوائد لا تعد ولا تحصى، خيرات الله سبحانه وتعالى موجودة في هذه البذور، بتمدنا بالطاقة، بتقوي جهاز مناعتنا. أجدادنا زمان لا يمكن يستغنوا عنها، حتى في خبزهم لما كانوا يعجنوا ويرشوا الحبة السوداء عليه، ولا زالوا. وقاية من الأمراض، بتخلصنا من العدوى، من الإنفلونزا. سبحان الله في خلقه، سبحان الله. الأعشاب إلها فوائد جدا عظيمة وإلها أضرار، لكن حبة البركة هي بركة. انذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البذور، واستخدموها ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الناس ولا محل عطارة تسأله عندك الحبة السوداء، حبة البركة، الشونيز، الكمون الأسود، بقول لك نعم موجودة. كيف أنا محل عطارة وما عندي هذه الحبة اللي بتشافي من الكثير من الأمراض؟ إحنا نمرض شو ناخد دواء، شو ناخد عشبة؟ لكن الخير في الكثير من الأعشاب والبذور، والخيرات موجودة في هذه البذرة، بتحارب الكثير من الأعراض والأمراض. وجربوها الناس وإلها تجارب حقيقية، وكلكم بتعرفوا إن هي اسمها حبة البركة، فيها بركة وفيها خير لأبداننا. لكن كل شيء بيزيد عن حده، والله إنه بنقلب ضده. خلينا نشوف مع بعضنا هذه الحبة، الحبة السوداء، الشونيز، الكمون الأسود. أنا أعطي بعدة لهجات في الدول العربية، هي معروفة، إلها فوائد وإلها، ما بدنا نحكي أضرار، لكن إذا زادت الجرعة ما بدنا، يعني واحد يأخذ حبة مسكن واحد يأخذ 10 ضر نفسه، صحيح؟ كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، لكن بدنا نركز على فوائدها والحلول اللي بتعطينا إياها هذه الحبة اللي فيها الخيرات والفوائد العظيمة لحل، يعني بنسميها البذور السحرية. أكثر المشاكل بتحلها تبول لا إرادي، صداع، حتى زيتها له فوائد جدا عظيمة، سبحان الله، حتى لبشرتنا، حتى إذا كان طبيعي وكان أصلي إنه نخلطه مع العسل ونستفيد لمناعتنا. أنتوا شايفين الوضع اللي حوالينا، شايفين العدوى، شايفين الأمراض، فلا بد إنه نستفيد من خصائصها ونستفيد من هذه الحبة اللي هي الحبة السوداء. لكن إلها فوائد مهمة لأبداننا، فأتمنى إنه هاي الحبة السوداء إنها دائما تكون موجودة عنا في بيوتنا، نحفظها بعبوة قاتمة مش شفافة، وما نضعها بالثلاجة أبدا، بالمطبخ، جو البيت أو جو الغرفة الطبيعي، فبنستفيد منها. وقت استخدامها نطحنها بهالمطحنة ناعمة،
إذا ما بدنا نقرشها أو نمضغها فبنستفيد من خصائصها العلاجية بإذن الله سبحانه وتعالى ونشوف فوائدها. إذا إلها أسماء عديدة ذكرتها قبل قليل، الحبة السوداء، القزحة، حبة البركة، الشونيز، الكمون الأسود. في أكثر الدول العربية سميت مسمياتها، لكن خلينا نشوف الفوائد العظيمة، لأنها تمتاز بقدرة هائلة وهامة لأن ولأسرنا ولأبهاتنا ولأجدادنا، وإن شاء الله إنها أمينة عليكم. إذا بتعمل على علاج الدوخة والصداع النصفي، وبترفع وبتعزز قدرة جهاز المناعة، وبتخلصنا من الشقيقة، بس مش ملعقة على ملعقة عسل وننام والصبح نصحى فيه وجع بالرأس نقول والله ما استفدت. بدنا نلتزم فيها أسبوعين. أنت عندك شقيقة عم بتقاسي لك سنوات، مش هالملعقة السحرية أبدا. بدنا نلتزم، الأعشاب مش بنفس الليلة، فبنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الدوخة والشقيقة والصداع بتخلصنا منها، هذه إحدى الأمور البسيطة، لكن بتعمل على علاج الالتهابات والبرد والإنفلونزا بمختلف درجاتها، وبتعالج الروماتيزم. شوفوا، يحكي لك أنا ما خليتش ولا دكتور، أدوية مفاصل وأدوية أعصاب، وكل يوم إلي مراجعة، وكل شهر أروح وكوم أدوية جنب راسي، روماتيزم، آخ يا مفاصلي، آه يا كتافي، مش قادر أوقف على ركبي. إذا نعم مفيدة إذا استخدمناها مع العسل، نطحنها بمقدار قدر 6 ملاعق من مطحونها على كيلو العسل، ولما ناخذها ملعقة نحكي يا ربي يا شافي انك تشافينا. فبالتالي الحبة السوداء، حبة البركة، بتمنع التبول اللي لا ارادي، مفيدة جدا لعندهم هذه المشاكل. جربوا، مش حتخسروا شيء، حترفعوا مناعتكم، حتتخلصوا من الكثير من الامراض، حتنشطوا جسمكم. فبالتالي اذا بيستخدموها اكثر الناس لما واحد يصير عنده ورم ومشاكل السرطان، بياخذوا منها وبيستخدموها مع العسل. انا بحكي صحتين وعافيه، ان شاء الله انه على الله سبحانه وتعالى انهم يستفيدوا، لانها بتقاوم الامراض. لكن بتعمل على تقويه البدن الحب السوداء مطحونها، وبتخلص الجسم من الديدان، وايضا اللي بالمعده، وايضا من الفضلات، بتخرج السموم من البدن. حتى اللي معتاد يشرب المشروبات الكحولية والمدمنين اللي بنسحبوا من الإدمان، يا ريت إنه يلتزموا بالحب السوداء مع العسل بشكل يومي، والله سبحانه وتعالى بيقدرهم وبيعينهم على التخلص من هذا الوباء. شوفوا هالخصائص، شوفوا هالفوائد العظيمة، لأنه بتنقي البدن من السموم، طاردة للسموم من البدن. حبة البركة، الحب السوداء، الكمون الأسود من أسمائه، لها عدة مسميات، كثير من المسميات، لكن بتعمل على زيادة كريات الدم الحمراء في أبداننا. أيضا بتساعد على تفتيت الحصى في الكلى والمرارة. شوفوا هالخصائص، والله ساعتين في كتب فقط عن الحب السوداء، كتاب فقط عن الحب السوداء، وكتب كثيرة عن الحب السوداء فوائدها، وفي ايش بتدخل من الاعشاب والوصفات، ومع العسل ومع وزيتها لكن انا بختصر، لكن والله من كثر فوائدها في هذا الموسم، اذا كان العسل اصلي والحب السوداء هي الحب السوداء الصحيحة، نستفيد منها باذن الله سبحانه وتعالى، بتحد من مشاكل القولون المختلفة. ابدا امراض القولون، حتى الغازات، حتى النفخة، حتى التهابات القولون التقرحي وغيره، فبالتالي بتساعدنا باذن الله سبحانه وتعالى. اذا بتخلصنا من مشاكل الامراض الجلدية المستعصية، مثل الصدفية اللي فيها جفاف وقشور، وايضا البهاق، وياما ناس، مش كل الاجسام، لكن الكثير من الناس استفادوا من خصائصها ومن الزيوت، زيوت أو زيت الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، للبهاق والأكزيما والبرص. شو بتحكي يا حسن خليفة؟ نعم، هذه الحبة السوداء اللي كانوا يستخدموها أجدادنا بدل
المسكنات وبدل المضادات الحيوية، وقسما بالله بخزائنهم لا كان روح اشتري لي بنادول ولا روح اشتري لي مسكن ولا لحقوني على الدكتور بدي اخذ الإبرة عشان انام الليلة. ابدا ما كان لا دكتور ولا كان صيدلية، والناس كانت تطلع على الخيل والحمير، وانتوا تعرفوا هذا العصر المتقدم اليوم عصر الأدوية، وكل دواء له بسكن الصداع، لكن روحوا اقرأوا الأضرار. لكن احنا بنحكي لكم الطبيعة، طبيعة وفوائد الأعشاب، فوائد هذه الحبة المباركة اللي فيها الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حتى للناحية الجمالية معروف زيت الحب السوداء لعدم تساقط الشعر، وبمنع تقصف الشعر، وبيعمل على تطويل الشعر. مش يطلع لي على القنوات العربية هاي اللي بتتابعوها برمضان وتطلع لكم تلف شعرها وتقولوا يا ريت شعري زي شعراتها، ما أزكاهم هو شعرها موصل، ولا جابي اللي واحد شعرها طويل. والله العظيم لا دخل الشامبو، هو الشامبو وسيلة تنظيف، الشامبو هو وسيلة من وسائل التنظيف، بنحط دقيقتين ثلاث بنفرك شعرنا وبنحط راسنا تحت هالدش وبنغسله، ما بظل الشامبو طول الليل. في واحد ولا واحدة بيناموا الشامبو على راسه؟ أبدا. لكن بتدخل في صناعة الشامبوهات وزيتها وحتى ماءها منقوح، نغليها ونشطف فيه نتخلص من الكثير من الأمراض مثل أكزمة فروة الرأس، الأكزمة العصبية الصدفية اللي بتنتشر على فروة الرأس، الفطريات، فبالتالي بتخلصنا من الكثير الكثير من مشاكل الشعر ومشاكل البشرة. سبحان الله في هذه البذرة، هذه النبتة. فبالتالي إذا بيستخدموها الناس نوع من أنواع التوابل حتى على المعجنات والفطائر، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها وبيستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. بيستخدموها الناس كثيرين أجدادنا، لكن إحنا لا. شو من عقلك أنت حطت لنا الحب السوداء على الفطائر؟ بدنا سمسم، بدنا كاشو، بدنا مكسرات. لكن بتساعد أبداننا على الاحتفاظ بدرجة جسمنا الطبيعية. آسف، هذه الحب السوداء. إذا حتى مشاكل كثيرة مثل البلغم اللي شفته هلأ، من إنه إحنا بنحكي وبنتكلم، فبالتالي بتحد من مشاكل البلغم، وأيضا بتزيد من المناعة ضد نوبات الربو. حب سوداء، حبة البركة مع العسل، حبة البركة مع الحليب. ما عندك عسل، ما إلك قدرة، ناخذ من مطحونها ملعقة صغيرة على كوب من الحليب وهو ساخن، نحركها وبسم الله نشرب. بنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا مفيدة حتى للأطفال، لكن مش طفل عمره سنة وسنتين وثلاث، لا، أطفالنا. يعني الطفل اللي يتحرك ويمشي ويحكي نادي بابا وماما، لو القليل نصف ملعقة صغيرة منها لمناعته، بيقاوم الأمراض، بيقاوم الإنفلونزا، أمراض الشتاء. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ذكرنا أنه حتى مع الحليب لمدة 5 أيام متواصلة بنبلش نشوف أنها بتحل الكثير من مشاكل المعدة وآلام المعدة، جهاز الهضم، وبتخلصنا من الحموضة. يعني مش انت تاخذها مع الحليب اليوم وتكون ماكل لي دسم وتقول لا والله ما ريحتني، التزم فيها لمدة 5 أيام 6 أيام مع الحليب، ملعقة حركها وتستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. أو مع كوب من البرتقال، عصير البرتقال، أو مع زيت الحب السوداء إذا ما موجود عندك الحب السوداء، بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، بتخلصك من الشعور بالكسل والخمول. فبنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. يا سلام، زيت الحب السوداء طاقة لأبداننا، وحتى الحب السوداء مفيدة حتى لدماغنا، حبة البركة. فبالتالي نستفيد منها، والله هذا القليل من خصائصها، والله هذا القليل من فوائدها. لكن على الرغم من المنافع الكثيرة اللي ذكرناها، إلا إنها بعض الحالات في ناس بصيبهم تحسس من تناولها. لكن المرأة الحامل ما تأخذ بكثرة وما تأخذ بالأشهر الأولى، ممكن تسبب إجهاض.
هذا اللي بحكي لك حبة البركة فيها فوائد عظيمة. أنا والله وأنت تعرفوني في حلقاتي أمنع المرأة الحامل عن أي شيء، حتى عن اليانسون، حتى عن البابونج، حتى عن العسل بالأشهر الأولى، لكن أنا بعطي تحذيرات إلها فوائد جمة لكن إلها أخطار ومخاطر على أبداننا. لكن دون ال3 سنوات أنا أو 4 سنوات ما بحب أعطيهم إياها إلا بكميات يا دوب خفيفة وبسيطة، يعني رشة على ملعقة من العسل. 3 سنوات 4 سنوات نبدأ فيهم بالتدريج، إذا كان مرض لا سمح الله، ربو، إذا كانت أمراض. أما زيتها استخدامه خارجيا ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة. لكن إذا زدنا من الكميات بنضر الكليتين، مثلها مثل الدواء يا اخوان. انا الدكتور صرف لي او اعطاني بوصفته كبسولة الصبح وكبسولة اخر النهار مضاد حيوي، مش اروع على البيت في نفس اليوم اخلص الشريط في 6 7 حبات، اضر نفسي، صحيح ولا مش صحيح؟ فلذلك الحب السوداء الها عناصر هي اللي بتساعدنا وبتعيننا، فما بدنا العناصر هاي تزيد وتنقلب ضدنا وتضر كبدنا وتضر كليتيننا. فنكون حريصين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا يمنع تناول الحب السوداء للمرضى اللي بيتناولوا أدوية مسيلة مميعة للدم مثل الإسبرين، ما بدنا إياها. إذا تتعارض مع بعض الأدوية، خليك حريص. إذا بدك تتكل على الله وتأخذ الحب السوداء مع العسل ما تكون تتناول أدويتك، استشير طبيبك، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا القليل من الفوائد والقليل من الأضرار، بدنا نكون حريصين. وأنا أهم شيء دائما بحكي كل شيء بيزيد عن حده والله العظيم بنقلب ضده، وبصر على هذه المعلومة. لكن احنا شايفين الأمراض، شايفين العدوى، ومالكم الحب السوداء، حبة البركة، اسمها حبة البركة. مناعتك، الأمراض، أمراض الشتاء، العدوى، فلوانزا، التهابات الحلق، التهابات اللوستين، الرئتين، البلغم، وين رايحين؟ ورخيصة الثمن الحب السوداء، يعني انت تشتري تكفيك اسبوع 10 ايام بثمن باكيت دخان يلي تدخن. فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى من خصائصها، والله فوائد عجيبة وفوائد كبيرة، والله جربوها اجدادنا. حتى علاج لتساقط الشعر يا نساء، مع زيت السمسم، مع زيت جوز الهند، نخلطهم مع بعض وندلك فروة راسنا بدل ما هي ناشفة، بدل هالشامبوهات اللي فيها مواد كيماوية، نحط على نهاية الشعر، نعمل له مساج بدل ما هو مكسر آخر شعرك، آخر شبر بشعرك خربان وتالف سشوار وكل يوم صبغة. فبالتالي بنستفيد من خصائص الحب السوداء. نعم، إذا حتى أجدادنا والله العظيم زمان كانوا يستخدموها لطرد الحشرات، يلا بلاش الحشرات، القمل. ولادنا يروحوا على المدارس، حتى مثلا ابن حسن خليفة يروح على المدرسة اللي جالس جنبه عنده قمل يعدي، فأنا كيف بدي أتخلص منه؟ إذا زيت الحب السوداء مع زيت الزيتون شيء خرافي بعون الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام بالنظافة. نتركه 6 ساعات على فروة الراس، مش نحطه بعد تقول له يلا قوم غسل يا حبيبي، هيك ما تخلصنا من القمل، اتركوه 6 ساعات في هالنهار مع زيت الزيتون، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الزيت تدليك لجبين وفروة رأس الأطفال والرقبة بحد من صداعهم وآلام الرأس، لكن نعرف إيه السبب آلام الرأس. حتى زمان كانوا يستخدموها قطرة، نقطة واحدة مع زيت الزيتون في الأذن للمشاكل وآلام الأذن المتكررة، لكن أنا ما بعطي أي شيء ينزل بالأذن، لكن تناولها داخليا بحد من الالتهابات وبتفيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا ننسى دور زيت الحب السوداء، حتى تناوله داخليا وزيته خارجيا، 2 مع بعض لمشاكل الثعلبة. مشاكل الثعلبة، القراع من أسمائها، اللي بروح الشعر بتكون مثل الدائرة وبتكبر وبتكبر وبتفرد، إلها خصائص وفوائد هذه النبتة، هذه البذور العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوصفات أنه نعجنها بخل التفاح ونضعها على الثعلبة، أعطت نتائج ما شاء الله عليها، من دون ما نشرط ولا ننزل من دم ولا نفرك بليفة أو بشيء خشن.
فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حتى مشاكل الأسنان ومشاكل اللوز ومشاكل الحنجرة، نعم فوائد عظيمة، ولا لإيش إحنا بنأخذ الحب السوداء؟ ومن وين أجتنا الحب السوداء؟ ومين عرفنا ومين عرفكم أنتم اللي جالسين بالبيوت إنه نافعة ومفيدة؟ لأنه جربوها أجدادكم وبالفطرة عم تستفيدوا من خصائصها. وبحوث كثيرة عملوا على هذه البذور اللي هي حبة البركة من أسمائها الشونيز، الكمون الأسود، القزحة، عملوا عليها بحوث في العالم وجدوا لها نتائج عجيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فما بالكم حتى لحب الشباب، لأنه بتكافح الالتهابات، نخلطها مع زيت السمسم، حتى مع الطحين، حبة سودة مع الطحين، طحين القمح، ونعجنهم بزيت الحبة السوداء، نضعها على حب الشباب ونشرب ملعقة صغيرة اللي عند كل حب أو الحبوب وين ما كانت، ملعقة صغيرة من مطحونها على كوب من الحليب. أنت بدك تعالج خارجي وبدك تنسى أنه الحب بيطلع من جوا جسمك، بدك تعالج من جوا، هذا التهاب عم بيطلع ودهون والتهابات وصديد، عالج بسرعة أحسن، يصير في حفر مكان حب الشباب لما يصير عمرك 35 و40، فبالتالي بتستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يخلطوها مع طحين القمح ويضعوها على الدمامل، على الرقبة وعلى الجوانب وين ما كانت، وكانوا يستفيدوا من خصائصها، سبحان الله، مجربات أجدادكم، والله بتعالج معظم الأمراض الجلدية. بنعمل زيت الحب السوداء مع الطحين، مع زيت الورد، مع الطحين القمح، وكلهم نضعهم على المنطقة اللي فيها مشكلة، أي مشكلة جلدية بإذن الله سبحانه وتعالى بتساعدكم على الشفاء. والله هذه المعلومات لوجه الله، والله إنها مجانية لكم، والله تنشروها لكم الخير والفائدة، ما عم نحكي على خلطة تبيعوها أبدا، والله والله أنا بذكركم بهذا الوقت إنه في نعم بين إيدينا بترفع مناعتنا وبتخلصنا من الأمراض وبتخلص أسرنا من الأمراض وبترفع مناعة أسرتنا، ما بنخاف عليهم، حتى لو وصلنا مرض بوصلنا أخف ما يرمينا بالفراش. حتى الحب السوداء مع العسل للنساء والرجال اللي عندهم مشاكل الضعف الجنسي، مع الصنوبر، مع الزعفران، اعملوها بالبيت. لا حياء بالعلم، كلياتنا بنكبر. حتى الحب السوداء بتخفض السكري، لكن ننتبه انه نتناول الأدوية تنزل تهبط لنا السكر بزيادة، لكن كل شيء بزيد عن حده بنقلب ضده، خفيف منها، حتى لو ما طحناها وإحنا مضغناها وبلعناها وشربنا قليل من الماء وراها بنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى تدليك الأطفال ومشاكل الجلدية للأطفال بزيت الحب السوداء، زيت البركة، والله إله خصائص عجيبة، والله إله خصائص، لكن والله أسحبها على جنب، ما تستفيدوا إذا كان زيت أسود ومش زيت حب السوداء. يا ويلكم، بدنا زيت الحب السوداء، يعني زيت الحب السوداء أنا بدفع بزيادة، لكن أنا أعالج نفسي من الأمراض، مش أروح أشتري أي زيت لونه أسود عند العطار يقول لي هذا زيت الحب السوداء. حسبي الله إذا كان مضروب، أنا بدي أخذه أدهن ابني، عنده مشاكل، أنا عندي فطريات، أنا عندي ثعلبة، أنا عندي صدفية، أنا عندي وردية، أنا عندي حزام ناري، فكيف بدي أستفيد منها؟ حتى الحب السوداء مضغ لمشاكل الجيوب والتهابات الجيوب والتهابات الأنف، غير الحنجرة وغير التهابات اللثة، مضغ حبة سودة اسمها حبة البركة، اسمها حبة البركة، كمان مرة اسمها حبة البركة. ليش انتوا ما عندكم ببيوتكم حبة البركة؟ اقسم بالله الكثير من الأمراض بتحد منها، لكن بالصبر، مش بليلة ويوم تنام تحكي أنا أخذت ملعقة عسل مع حبة البركة، سمعت حسن وسمعت غيره، لا، بدك تلتزم فيها عشان تشوف النتائج. أنا وجبة الصبح ما تمشي معي، إذا ما تتغدى وما تتعشى ما ينفع، فأنت بدك تلتزم فيها أبدا.
حتى تستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى البهاق الكثيرين يا ناس، أنا لفيت العالم، الكثيرين استفادوا من زيت الحب السوداء والكثيرين لا. أنا بقول ليش الكثيرين لا؟ لأنه استخدموا المغشوش. نخلطها مع زيت السمسم وندلك بسم الله صدفية على كواعي على جسمي على فروة راسي. بدنا نستفيد، إذا نحصل الشيء الصحيح. والله كانوا يستخدموها أجدادنا حتى مع العجين يفردوها على مكان الكسور، حتى تناولها مفيد جدا للي عندهم الكسور وعندهم الهشاشة العظام، فكانوا يستفيدوا منها. حتى كانوا يدخلوها مع شوربة العدس، تصوروا للكسور، ومع البيض المسلوق في كل وجباتهم، وكانوا يستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى من استخدامات هذه الحب السوداء، حبة البركة. لكن لا تزيد الكمية عشان ما تقولش آية كليتيني أبدا. خذوا هالكلمتين، وأنا دائما بكررهم، كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده يا أخوان. والحلو فيها إنه استخدامها لأكثر مشاكل الجلد وما بتعمل تحسس مثل بعض الزيوت. لكن في ناس والله تتحسس من العسل، ما تاكله، إذا أكلت ملعقة تقلب الدوخ. وحتى زيتها بناسب أكثر أنواع الشعر، شعر أهل الخليج ديروا بالكم بيختلف عن شعر أهل لبنان، شعر أهل السودان ومصر بيختلف عن شعر أهل الأردن وسوريا مثلا. يعني هلأ زيت اللي بسموه الجدايل، هو في زيت اسمه زيت الجدايل، أني جدايل، وفي زيت اسمه زيت الحية، هي الحية بتطلع زيت، هذه ماركات تجارية. هذه الزيوت لأهل الهند بتناسب شعرهم، بيئتهم غيرنا، رطوبتهم غير بلادنا. فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أني قدمت معلومة سهلة عن هذه الحبة، اسمها حبة البركة، اسمها الحب السوداء، اسمها الشونيز، اسمها الكمون الأسود، اسمها القزحة. خصائص لا تتركوها ما تكون في بيتكم، مش لإلي، لصحتكم. لو ما عندك شيء، لو ما عندك شيء، لو كل ثلث أربعة أشهر صحتك تمام، ما بتعرف شو جوا بدنك، ما انت بتعرفين الأمراض بتطلع مرة واحدة، بترتمي بالفراش وبتراجع مستشفيات بترتمي. كل أربعة خمسة أشهر كيلو من هالعسل، ست ملاعق سبع ملاعق من الحب السوداء المطحونة، اطحنهم انت بالبيت، اخلطهم، حرك بشكل جيد، ملعقة الصبح بسم الله وملعقة آخر النهار، وشوف صحتك كيف بتصير، شوف مناعتك كيف بتصير. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من كل معلومة أنا بقدمها لكم. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم العدوى والفيروسات والأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا، الله يجزي الخير كل واحد بنقل هذه المعلومة اللي قدمتها هذا اليوم. وشايفين الوباء اللي نازل في العالم ككل، ما في حدا خالص. حتى تستفيدوا من شيء والله بسيط ورخيص الثمن، واللي ما معه يشتري عسل مع الحليب مع علبة لبن، لبن اللي يبيعوها بالسوبر ماركت، رشة نص ملعقة صغيرة وخلطها بالملعقة وكل شو وراك، لكن لا تحطوها مع الشاي. حتى تستفيدوا من خصائصها. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، روحوا، سلام الله عليكم وروحوا ورحمته وبركاته.